الوطنية للتعليم. تحية للكاتب الوطني أخ ميلود بصيد، وكذلك أخت حكيمة والأخ طالبي أعضاء الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم. تحية كذلك للاتحاد الجهوي للتعليم لمدينة فاس، والاتحاد الإقليمي لمدينة قرسيف، وكذلك الصحافة الإلكترونيكية. وتحية كذلك لممثلي الجامعات، وكذلك ممثلي القطاع الخاص التابعين للاتحاد المحلي بمدينة تاس. إنه بالفعل لا عرس نضالي بامتياز. يأتي مؤتمر الجامعة المؤتمر الجهوي الرابع للجامعة الوطنية للتعليم في ظرف استثنائي، ظرف يتميز في الحقيقة على المستوى الوطني بهجوم ممنهج لمجموعة من المطرودين داخل الاتحاد المغربي للشغل على أساس عدم احترام مبدأ أساسي الذي سطره وكرسه المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشؤون، ألا وهو مبدأ الاستقلالية الذي يرتبط بشكل أساسي بمبدأي الديمقراطية والوحدوية، خاصة إذا علمنا أن الاتحاد المغربي للشؤون يضم جميع مشارك السياسية والمذهبية التي تشتغل داخل هذا الاتحاد منذ تأسيسه سنة 1953 إلى الآن. ونقول أن هذا الاتحاد لا زال صامتا على هذه المبادئ الأساسية رغم الهزات التي تعرض لها في الماضي، ولا زال يتعرض لهذه الهزات، إلا أن هذا الصمود يأتي كما قلت من هذه الاستقلالية التي بالفعل تخرج كل الذين يتطاولون عليها وترميهم إلى مزبلة التاريخ. بالفعل الاتحاد المحلي لمدينة تازة كذلك قام بطوره لصد هذه الهجومات الوحشية، بحيث حافظ منذ أقول 27 ما إلى الآن على جميع قطاعات سواء الجامعية سواء القطاع الخاص برمتها في وحدة منتظمة وفي اجتماعات منتظمة، صادين كل الهجوم بكل إصرار وثبات. إنه لافتخار الاتحاد المحلي على هذا التصدي لكل هذه الهجومات. إنه لافتخار على استمرارية العملية التنظيمية. ويأتي المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في هذا الصدد. بالفعل كل هذه المخططات الآن الحكومة تحاول بإصرار اقتطاع من أجور الموظفين والموظفات جميع القطاعات العمومية من أجل التراجع، ومن أجل كذلك إخماد نار الطبقة العاملة. بالفعل كذلك هناك مشاريع هجومية لهذه الحكومة مسترسلة في برامجها والمتمتعة، على الخصوص أولا لضرب صندوق المقاصة تحت شعار أن هذا الصندوق تستفيد منه برجوازية أكثر ما تستفيد منه الطبقة العاملة، وهذا تحريض وهذا تغليط حقيقي. ونعلم أن تبعية الاقتصاد المغربي إلى الخارج أو إلى الدول الإمبريالية تجعله يرزح تحت وطأة مجموعة اقتصادية للدوائر الإمبريالية لحكومة المغرب، فعلا تجعله يرزح تحت وطأة مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. والحكومة الحالية تحاول الخروج من هذه الأزمة على كاهل الطبقة العاملة، ونحن
كنقابيين وكاتحاد محلي وكاتحاد مغربي الشغل لنا القوة ولنا الإرادة ولنا الإرادة للتصدي لكل هذه المخططات الجهنمية التي تقوم بها الحكومة الحالية. أضف من بين هذه المشاريع كذلك مشروع قانون النقابات وكذلك مشروع قانون الإضراب، إضافة إلى مراجعة منظومة الأجور، وأضيف إلى ذلك صناديق التقاعد. كل هذه العمليات ترمي إلى التراجع على مكتسبات الطبقة العاملة التي ضحت بالغالي والنفيس منذ الاستقلال إلى اليوم. حركة حقيقية مع الباترونات القطاع، ولقد وقعنا اتفاقا على أساس عودة العمال وعاملات شركة روخانتكس ثريا إلى عملهم إبان هذا الشهر، أي شهر 12. بالفعل هذا العمل قامت به كذلك الأمانة الوطنية وكذلك إخوان أعضاء الاتحاد المحلي. وفي الأخير أتمنى أتمنى للمؤتمر الجهوي الرابع للجامعة الوطنية للتعليم كل نجاح، كما أتمنى لقيادته الجديدة أن تتوفق في عملها على درب النضال، وتحية نضالية.